لمناسبات مئوية مؤتمر الحجير، أولاً أتوجه بالشكر إلى كل من المركز الأميركي للثقافة والفنون وإلى المنتدى الثقافي في ديربون على دعوتهما لي لإلقاء هذه المحاضرة، وارتأيت أن يكون العنوان البعد العربي لمؤتمر وادي الحجير. واقع الأمر، عقد المؤتمر الوادي الحجير بحضور وجهاء وثوار جبل عامل، بينهم أدهم خنجر الصعبي وصادق حمسي الفاعور ومحمود الأحمد بزي. كان الهدف إطلاق المقاومة ضد الاستعمار وضد تقسيم الوطن العربي ودعماً للحكم الوطني. لماذا بوادي الحجير جغرافيا؟ لأنه يقع في نقطة وسط يربط الجنوب والشمال، وهو وادي غني بالمياه والأشجار، يجذب الناس، والناحية الأمنية يشكل من الناحية الأمنية خصوصا بده يحضر فيه قوات من الثوار، قادة من الثوار. إذن جرى المؤتمر في البعد العربي للمؤتمر، كما قلت، انعقد في ظروف يمر فيها لبنان والمنطقة العربية. إذن كيف كانت خارطة الوطن العربي؟ لبنان، كان جبل لبنان مقسما إلى هيئتين إداريتين تم جمعهما ما يعرف بالمتصرفية، ولتتبنى كل دولة أوروبية طائفة من الطوائف اللبنانية، فرنسا، إنجلترا، روسيا، طوائف الكاثوليك، الدروز، الأرثوذكس، كل طائفة يعني محمية من قبل دولة أوروبية. وفي هذا الوقت كانت تجزئة الإعدادات لتجزئة الأرض السورية في عن السلطنة العثمانية، خاصة من خاصرات الرخوة التي تعرف ببلاد البلقان التي استقلت عن السلطنة العثمانية بين القرنين 19 و20، كان آخرها بلغاريا. بينما كان يحضر الوطن العربي لظهور حركات استقلالية مستقلة، وفي هذه الأجواء كانت تجري إعدامات جمال باشا في دمشق سنة 1916. من جانب المحيط العربي بدأ استهداف الخلافة العثمانية، وهنا لابد من الإشارة لموقف السلطان عبد الحميد الذي رفض هجرة اليهود إلى فلسطين رغم كل الإغراءات التي قدمت له من سدود ديون الدولة العثمانية. وفي هذا الوقت شهدت المنطقة العربية ظهور جمعيات عربية كالمنتدى الأدبي والعربية الفتاة، وبدأت ولادة الأحزاب في جو ما يعرف بعصر النهضة. وكان للبعثات الأجنبية التبشيرية الأمريكية دورها في عشرينيات القرن 19، وقيام الجمعيات كجمعية الكلية السورية الأمريكية، الجامعة الأمريكية حاليا، وقوامها أساتذة باللغة العربية كبار كآل البستاني واليازجي، مع شيء من الطرح العروبي. جرى كل ذلك وسط دعوات للثقافة والحضارة والتقدم القادمين لتحرير البلاد من الرعب والخوف والتخلف من جهة. النخب التي كانت تقدم مشاريع في إقامة لبنان المستقل ضمن رؤية واضحة عند فئات الحدود الجنوبية، وإن اختلفت بين النخب، يعني بذلك النخب المسيحية، كانت ترى في وحدة سوريا ولبنان بخصوصية مميزة، أو بسوريا مع وصايا فرنسية عليها، بينما النخب الإسلامية من سنة ودروز تطالب الأمبراطورية العثمانية بالإصلاح، وبين الإصلاح والاستقلال التام للبلاد العربية.
هنا في المؤتمر تكلم باسمهم السيد عبد الحسين شرف الدين أمام لجنة كينج كراين مطالبا بالوحدة مع سوريا ضمن حدودها الطبيعية. وكيف كان المزيد من الإضاءة على ما كان عليه الوطن العربي؟ كان مقسمين موزعين في الصحراء ما بين مشيخات وسلطنات وإمارات وإمامة تحكمها عوائل أو من جماعات تتسلط على منطقة بالغزو، وجميعها تحت سلطات خارجية. بريطانيا لها مصالحها الاستعمارية لاستغلال ثروات البلاد الطبيعية، أما السلطنة العثمانية فهي أحيانا كثيرة كانت متأرجحة وقلقة. في المنطقة الحضرية من المشرق العربي من بلاد الرافدين شرقا حتى عريش مصر محكومة من قبل السلطنة العثمانية ظاهرا، وموزع إقطاعات بين العشائر وعائلات لها سطوتها في مناطقها، كما تتناوشها الصراعات التي تحدث في الداخل العثماني. و من مملوكي وسلجوقي وفاطمي أيوني، من الخارج الشرق يعني المغول، ومن الغرب الصليبيون. أما الشمال الإفريقي فله وضع مختلف عن هذا، وإذا ذاك تتنازعه عائلات أغلب أقسامها محكومة بأسر علوية من ذرية الإمام الحسن ابن علي، ومصر تديرها عائلة يونانية الأصل، الجميع خاضع إما لسلطة بريطانيا أو فرنسا أو إسبانيا أو إيطاليا أو البرتغال. إذن هذه هي الأجواء وهذه هي خارطة الوطن العربي، وهذه الأجواء التي عقد فيها مؤتمر الحجير الذي جاء بأعداد محدودة وبسرعة بغرض دعم الأمير فيصل ليكون ممثلا لكل العرب وليس لأبيه في الحجاز فحسب. لهذا كانت المقررات بالتحضير بإقامة فيصل أو بتسمية فيصل ملكا مرشحا وحيدا وبنظام ملكي. الشيعة في جبل عامل ممثلون بوجهاء من أهل دين وسياسة وأدب وقادة مقاومة قد قرروا الانضمام إلى الوحدة السورية المنادات بفيصل ملكا، وهذا ما جاء في المذكرة التي سلمت إلى لجنة الاستفتاء الأمريكية والمعروفة بلجنة كينج كراين، والتي تنص على أن لا يرضوا بغير استقلال سوريا التام والناجز بحدودها الطبيعية التي تضم قسميها الجنوبي فلسطين والغرب لبنان وكل ما يعرف ببر الشام دون حماية أو وصاية من أحد. هذا اختصار بمختصر لمجمل الموقف الداخلي للمقاومة والوجهاء الذين اجتمعوا في مؤتمر الحجير والذين وقعوا على لائحتين للمصادقة على المقررات المؤتمر، ولائحة انتداب الوفد أيضا، وأخذ العهد على الأعيان والوجهاء والرؤساء والثائرين ومختاري الكرة بالمحافظة على الأمن والمدافعة عن كافة المواطنين على اختلاف مللهم وأديانهم إلى حتى نيل الاستقلال التام ضمن الوطن العربي الموحد. هذا باختصار عن مجمل ما جاء في مؤتمر الحجير وما كان عليه الوضع العربي آنذاك. شكرا لكم.